GFX Academy. دي شوية حركات أنا كنت مجهزها، وبعدين عايزين نبص عليها بصة ونشوف اتعملت ازاي ونقدر نسيفها ازاي ونستخدمها بعد كده في أي ملف تاني ازاي. دي شوية حركات زي ما أنا شايف. هنجيب أول واحدة، هنخفي كله ونجيب أول واحدة اللي هو اللاين ده. اللاين ده حركته لو أنا عملت بلاي هتبان كأن زي بيكون حاجة سموز كده، حاجة ناعمة زي حبل مطاطي أو كرة اليويو، لو حد عارف اليويو بتاعت الأطفال دي بتبقى حاجة عاملة زي كده. تعال نشوف الإفكت بتاعها أو الحركة بتاعتها عاملة إزاي. أفتح اللير، بشاور على التوين أو الموشن توين وأروح على الموشن إيدر. أنا هنا عامل في الكاستم حاجة زي كده اهي، جيت بين العشرة والخمسة وخدت كي فريم ورحت حاطط كده، وبعدين رحت جاي بنفس الويف بالشكل ده، وبعدين خفيت الويف قوي 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 بالطريقة دي، وبعدين بقت في الآخر حاجة زي كده. ممكن دي نخليها فوق شوية بالنسب دي كده، نيجي على الفريم بالشكل ده واجي اروح جاي مكبر او مقلل الحركة دي. هي كده مثلا واجي اروح جاي دي منزلها تحت شوية، بالنسب برضو ممكن الـ30 نقل فوق 35 مثلا، لا اديني 34، وبعدين نخلي دي كورنر، وبعدين ممكن نعملها سموز بالشكل ده. دي نفس الحكاية، بس نعدل الدراع ده كده وعدل الدراع ده بالشكل ده. ممكن بالت بلاي بقت عندك بالطريقة دي. دي كانت أول نوع من الحركة الكاستم. تعال نشوف الحركة التانية، نخفي ده خالص نقفله ونجيب البول أو الباونسينج بول اللي أنا كنت عاملها قبل كده، بس إضافات بسيطة عليها. بلاي دي كانت الحركة الباونسينج بول وكنا خدناها قبل كده، وتعال نبص عليها بصة سريعة جدا. وضغط عليها موشن ايتور، دي شكل الموجة بتاعتنا أو الويف بتاعتنا بتاعت الباونسنج بول. دي الطريقة بتاعتنا، خدت أول نطة هنا كان لغاية الفريم 50 لما لمست الأرض، وبعدين أو تاني نطة ردت الأرض وهي طالعة كانت بطيئة شوية، وبعدين بدأت أسرع شوية شوية. تالت نوع من الحركة حركة مندول أو الكلوك بتاع الساعة، دي حركة مستمرة. طب ازاي اتعمل من غير اي كي فريمات بالشكل ده؟ جيت كده راح جاية، تعالى نعمل تيست الموفي كنترول انتر. هتلاقي الملف ده على فكرة في ملفات العمل هنا ما بيبطلش خالص. طيب تعالى نشوف ازاي. موشن ايتور وجيت على الكاستم وخليت الويف كلها كانت البداية تحت، تمام، خليت برضو النهاية تحت عشان يعني يضم دي على دي، يعني اول ما يخلص يلاقي نفسه في موضع البداية
ما يعملش معاك تقطيع او حاجه ويتهيالك ان هي مستمره على طول. يعني نقطه البدايه هي نقطه النهايه. رحت عامل الويف بالشكل ده، ويف منتظم جدا بالطريقه دي، اللي فوق قد اللي تحت، وبعدين تطلع فوق في نفس النقطه بالشكل ده، هيعمل لك البندول بالطريقه دي. رابع نوع وهي التيبل او حركه، زي ما تقول مثلا واحد واقف وبينط على اخرها. لو انت مثلا تخيلت ان في حد هنا واقف وبينط، فبتروح عامله لك زي ارتداد كده. في نوعين من الحركة، حركة سريعة وحركة بطيئة شوية. دي حركة سريعة ودي حركة بطيئة تاني. تعالى كده نشوف الحركة السريعة بتاعتها. هي كانت حركة جاهزة اسمها الباونس، وانت هتلاقيها هنا الباونس بس على طول، غير الباونسنج ان اللي كنا بنستخدمها في الكورة. ممكن تحط سبرينج، تبقى شايف هتبقى حاجة عاملة زي كده هادية شوية. وممكن تروح على زد روتيشن اللي انا عامل عليه الحركة. اي احنا قلنا قبل كده تعرف ان في حركة ازاي، هتلاقي في خط لاين طالع من تحت لفوق، يبقى ده اللي عليه الحركة. تبدأ تنزل عليه السبرينج او الباونسينج، تعمل تمام. اوكي، خش على الباونس. ودي نوعين من الحركه بس، باونس اتحكمت فيهم عن طريق فقط اني عدلت فيه. تعال نشيل بقى السبرينج دي، عدلت في دي بس الرقم ده، رقم بيبقى شدته بطئه وسرعته، او يعكس لك الحركه بطء سرعته او يعكس لك الحركه. فرضنا انا عملت بالسالب، اول ما تنزل تحت الصفر بالسالب بيبتدي يعكس لك الحركه على طول. فمثلا هخليني مثلا اعكس الحركه واخليها كده، شوف بدأ منين، بتزيد لغايه فوق. كنترول انتر، يبقى دي مع دي تحس ان هي حركه واحده. دخلناها سالب 6، نيجي على الحركة اللي بعدها موشن ايتور، وهنا هنخليها برضو 6، العكس بقى بالظبط، يبقى 6 وسالب 6، بحيث ان هيبقوا حركة واحدة، ما تقدرش تفرق ان دي ان دول حركتين. بالطريقة دي سيف. اخر نوع من انواع الحركه حركه الكوره، وحبيت اعمل فيها حاجه بسيطه خالص. انا بضرب يعني زي ما يكون واحد ضرب الكوره بس بالعكس، فهي بتلف حول نفسها وراحت واقفه. تعال نشوف البدايه فين. البدايه بره والنهايه جوه بالشكل ده. هنا رحت انا جاي اعمل لها ايز اوت بالموجب، وقلت لها اعملي روتيشن مرتين بس، ده اللي انا عملته تمام. وطبعا هي اوتوماتيك، لو دي زيرو تبقى هنا نان، لو هتنزل واحده كده هتبقى اقل حاجه رقم بيلف حوالين نفسها مره، انا خليتها 2 وعملت ايز اوت بدي علشان تبدا بسرعه وتنتهي ببطء. تاني تمام، زي بكون متزحلق على حاجه يعني ناعمه قوي، حبيت بس انا واحده. طب تعالى بقى نشوف ازاي احفظ الحركات دي عندي على طول، بحيث ان استخدمها على اي حته تاني، اي اوبجكت تاني. كليك يمين على الحركه انت عايز تحفظها، وهنقول سيف از موشن بريست، تضغط عليها وتقول لهم مثلا دي هنقول بول مثلا او اي حاجة انت
مسمى انت بتبدا تسميه عشان تقدر ترجع له تاني. لو انت جيت رحت على قائمه ويندو ورحت على الموشن بري سيست، هتلاقي فيه اتنين الديفولت بريسيست، وعندك الكاستم. الكاستم هي دي اللي انت عملتها، تختار الاوبجكت بتاعك وبعدين تبدا تروح قايل له ابلاي، يروح نزل لك على طول الحركه دي. تعال نحفظ حركه تانية، نفتح كله بقى كده. تعالى دي اسمها ايه؟ دي اسمها تيبل. ماشي، كليك يمين سيف از تيبل، وروح على الموشن بريسيست، بلاقي الاتنين بقوا معايا في نفس الوقت. حاجه كمان ممكن احول ده كله لفريمات، بقول له convert to frame by frame animation. طبعا في انظمه للتحريك، انظمه بالموشن توين زي اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، وانظمه بالفريم باي فريم، وده بيستخدم اكتر في الكرتون لو انت متخصص كرتون او تحريك، بتبدا تعمل فريم باي فريم في اوقات كتير. فكونفيرت تو فريم باي فريم، روح اعملها لك كلها فريم باي فريم بالشكل ده. حاجة كمان، لو جيت مثلا جيت هنا تحت ورحت جاي كليك يمين، بقول copy motion as action script 3، يعني تعالى نضغط عليها ونشوف اللي هيحصل. ضغط عليها بيحفظ لك الموشن دي انها اكواد، يعني لو جيت انا مثلا ضغطت على اي بلانك فريم وجيت فتحت من هنا الاكشن بانل او من قائمة ويندو فوق، واروح على الاكشن بانل او اكشنز او اف 9 من الكيبورد، بضغط عليها ضغطة، احدد عليه ماشي، نعمل مثلا اخر فريم ده خليه في اللير لوحدها، اللير بتاعت اللوجو، انسيرت بلانك فريم، واروح جاي حاطط فاتح الاكشن بقى، اقول له بيست. بصيت لقيت في اكواد كتير قوي ظهرت لي بالشكل ده، جت منين؟ جت من الميموري بتاعت الفلاش، وده الحركه بتاعتي بالشكل ده. احداثيات الواي، احداثيات الاكس، السكيل، بعدين السكيو، بعدين الروتيشنز، بعدين البليند مودز، بعدين كل دي جوه في الموشن ايتو. لو انت تتخيل قائمة الايزيس والاكس والواي والزد كل ده موجود، بس هو نزلها لك بطريقة اوامر بالطريقة دي. لما تدرس الاكشن سكريبت كويس تبقى فيها محترف، هتبدأ فعلا تفهم كل الاكواد دي، هي ده رايح فين وده جاي منين. كنترول ايه، ديليت وسيف. في حاجه كمان بقول لك، ممكن تعكس الحركه بتاعتك، يعني خليني في البول اللي هي بتلف بالعكس. انا شايف اللفه بالعكس اهي، تعال نشيل كله، شايف اللفه بالعكس. لو انت جيت كنت كليك يمين وقلت له ريفيرس كي فريمز، هتبص تلاقي عكس لك اللي ورا او الاخير، ده بقى اول واحد والاول ده بقى الاخير. وبرضه في نفس الطريقه لو الفريمات دي كلها جيت، تعال نعمل بلاي بس الأول، بالشكل ده كده. طبعا هو ما تفتكرش ان الكورة هتتعدل، يعني الكورة ما تعدلتش، هي بس مجرد لان انا عاملها من هنا، يعني لو جيت ضغطت هنا ضغطة لأن أنا عاملها من هنا، هي تتعدل من هنا بالشكل ده بالطريقة دي. تمام، هو بس بيختل لك بيخلي لك الفريمات العكس، بيخلي لك الفريمات العكس. أعتقد بقى كده إن إحنا في هنا موشن باث برضو، ريفيرس باث. الباث ده يعني بيخليك
انت عاملها الايز بتاعتك كانت ازاي؟ كانت البداية سريعة وبعدين بقت النهاية بطيئة. لو جيت عملت كده ريفيرس باس، تبص تلاقي الكورة بدل ما هي كانت بتبدأ من الشمال بدأت باليمين، أو بدأ ما هي كانت بتبدأ باليمين بتبدأ بالشمال بالشكل ده. يبقى موشن باس، ريفيرس باس، تبدأ تعمل لك الطريقة دي. شايف؟ حتى كمان قلب لك الكورة بدل ما هي بتلف العكس راح عادلها لك. يبقى هو قلب لك الدنيا خالص وعدل لك الاوبجكت بالشكل ده. دي كلها امكانيات في الموشن ايتور. يمكن خدنا وقت شويه فيها لان فعلا امكانياتها جميله. لو انت تحب عايز تبقى محترف في فن التحريك، اتقن الموشن ايتور، اتقن الموشن توين وادواتها كلها، لانها فعلا تبقى بتديك ابيلتي حلوه قوي قوي وانت بتدير مشروعك والانيميشن بتاعك. اخر حاجه خالص، لو جيت عملت كليك يمين قلت له كوبي موشن، وجيت عملت لير تانية كرييت لير، وروح جاي هنا على اول فريم وأعلم عليه، واروح جاي قايل له احط له مثلا اي اوبجكت المربع ده، واخليه باللون ده مثلا، واحوله لموفي كليب، وبعدين بقول له هنا بيست موشن. يعني كنت عاملها كوبي موشن قبل كده، وبعدين راح جاي بيست موشن، يعمل لك نفس الافكت بتاع الكرة بالظبط، لأنك أنت عملت كوبي وبيست للموشن بتاعك. يبقى كنترول تمام. ناخد ده بقى كده، ناخد الخط ده ونخليه في النص عشان مثلا يبان شوية، نخليه في النص كده. سيف، أشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.